بسم الله الرحمن الرحيم النهارده نكمل الكلام على ال ايه ونتكلم على ال complementary base pairing أو ازدواج القواعد المتكاملة ال A pair with T يعني ال A complement ممكن تقول كوبير وممكن تقول كومبلمنت جاي من كومبلمنتري A complement with T يعني A تزدوج مع ال T تتكامل معاها with double hydrogen bond ربطة هيدروجينية مزدوجة إن جي with و سي والجي لما تزدوج تزدوج مع السي وتزدوج برضه بتريبل هيدروجين بوند يعني رابطة هيدروجينية ثلاثية ودي مهمة جدا بعد كده لو بنشتغل في المولوكيلار بيولوجي هنشوف من خلالها نقدر نحكم ونحسب الأنيلينج تمبريتشر طيب الفورميشن أوف ذا نيكلوتيد جين Uh, في إيه اهمية سلسلة النوكليتيدات انا عندي قلت ايه ان انا عندي عبارة عن نوكليتايد سيقام ببعضها this nucleotide join together how are macromolecules formed formed by condensation يعني removing of the water تشيل المية منها يبقى a link between a 3 الـ carbon number 3 in one nucleotide and the carbon number five in the other uh, nucleotide يحصل بينهم بعض رابطة اسمها فوسفو داي استر بوند يعني رابطة استرية ثنائية اه أو, او, او فوسفورية يعني فيها فوسفور وفيها اثنين استر عشان كده بيسموها فوسفو داي استر بوند ودي اللينك اللي بتعمل ايه اه ربط للنيوكلوتايدز مع بعضها يبقى اول لينك الوقت او اول بوند هنلاقيها في دي ان ايه

شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت اند سو يبقى انا عندك شوجر والفوسفيت شوجر وفوسفيت ده البند او الشريط نفسه كهيكل يعني متكون من ايه يبقى الفوسفيت اوف وان نيوكليوتايد جوينت تو ذا شوجر اوف ذا نيكست نيوكليوتايد ادي اوف وان نيوكليوتايد في النيوكليوتيد دي ترتبط مع الشجر في الأخر نيوغلوطايد وهكذا يبقى دا برضو فوسفيت ترتبط مع السكر فوسفيت ترتبط مع السكر وهكذا ويكون لك الـ strand أو الـ backbone of the DNA which is a sugar phosphate backbone يبقى sugar phosphate backbone formed due to the joining between a sugar of one nucleotide and a new piece of the أو uh, الشجر يعني of the other nucleotide And now you can see the basis arises only in one side وتبقى موجودة دايما في جانب واحد ما تبقاش موجودة في جنبين لا in one side the nucleotides found. ال DNA is a double helix as I was saying before عبارة عن إيه؟ ضربة مزدوجة أو double helix حلزون. ويس uh, سكر backbone بكون إنه سكر فوسفات سكر فوسفات سكر فوسفات وده أ sides of the ladder وده عبارة عن الجانب بتاع السلّم أو عبارة عن سكر uh, فوسفات and the bases projecting only between the bases وتلاقي هنا إيه القواعد النيتروجينية بالشكل ده طيب and this uh, uh, bases فورم ا بوند لو قلت لك ده دبل بوند يبقى ده على طول A and T ده دبل بوند طيب لو قلت لك G and C يبقى ده على طول تريبل هيدروجين بوند ده رابطة ثلاثية بشكل ده تعرف على طول ان ده آه G و C البوندز بتوين ذا يعني الـ الـ الروابط اللي هي ما بين البيزس وبعضها بيسموها الرنجس او الستيبس هي دي الدرج او الايه السلالم بتاعه الايه السلم اللي عندك لان بتقول عليه ستيب ليدر كونفيجريشن الكومبلمنتري بيز بيرنج اللي هي القواعد المرتبطه تكامليا اللي هي الاي والتي بي هيدروجين بوند دبل هيدروجين بوند وده تريبل هيدروجين بوند ديس از دي ان اي هيليكس

And T where with A is double hydrogen bond, and G where with C is triple hydrogen bond. This is uh, to show the uh, uh, double hydrogen bond between T and LA. Nucleotide chain now are joined together by dehydration synthesis. As I was saying before, this is the macromolecules, and the other macromolecules are formed by dehydration or condensation. Uh, this is a phosphate sugar backbone, sugar phosphate sugar phosphate, and the basis arises in one side as you see. Now this is a complementary basis between T and A double hydrogen bond and between G and C triple hydrogen bond. I have two nucleotide chain in opposite orientation. ايوه قلت قبل كده انه لازم يكون opposite orientation يعني في اتجاه متضاد او متعاكس يعني بيسموه.

and this is G and C with C triple hydrogen bond with A with D with uh, uh, double hydrogen bond and this is a three end of uh, some three prime who has free sugar <laughs>